أنجبت البحرين الكثير من المفكرين والكتاب من ذوي العقول اللامعة والأقلام الملهمة، ممن شحذوا الهمم وشمروا السواعد في أوقات المحن، وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل هذا الوطن. لقب بفارس الإعلام من قبل عشاقه ومحبيه المفكر والأديب سعيد عبد الله الحمد رحمه الله. ولد سعيد بن عبد الله بن يوسف بن حمد بن إبراهيم الفوزان الشهير بسعيد الحمد في حالة بني ماهر بمدينة المحرق في عام 1948، ابنا لوالده عبد الله يوسف الحمد الفوزان، وحفيدا ليوسف الحمد إبراهيم الفوزان الذي كان قد هاجر من الكويت إلى البحرين. وقد كان الحمد محبا للمعرفة والأدب منذ نعومة أظفاره. التحق وهو في سن مبكرة في مجال الإعلام والإذاعة ليتنافس على تقديم برنامج ركن الأشبال، وبفضل أدائه وطرحه الإذاعي المميز استطاع أن يحتل مكانة بارزة في الوسط الإعلامي في البحرين، ففاز بجائزة أفضل مذيع سنة 1990. وعند بدء البث الحكومي الرسمي للتلفزيون سنة 1975 كان سعيد من أوائل المشاركين في تأسيس هذا الصرح. وعلى الصعيد الثقافي والأدبي فللمفكر سعيد الحمد العديد من الإنجازات، أهمها مقالاته الصحفية في زاويته الشهيرة أبعاد، فقد كان صاحب قلم رشيق وتحليل منطقي عقلاني في طرحه للقضايا والمواضيع التي تهم القارئ العربي والبحريني بشكل خاص. ولا يسعنا في هذا التقرير السريع إلا أن نقول رحم الله أبو عبد الله الابن البار للبحرين، وستظل ما سطرت أناملك خالدة في تاريخ الثقافة والفكر.